تعالوا يا أولاد، بحب أعرفكم على أبو قصدي على سهيل قريبنا اللي عايش برا البلد. رح تديروا بالكم عليه منيح قبل ما تنحل القصة، قصدي قبل ما أهله يقرروا شو بدهم يعملوا فيه، قصدي إذا بدهم يسجلوه يعني في مدرستكم أو لا. فاليوم رح يروح معكم على المدرسة. أوكي؟ يلا باي يا أولاد، ديروا بالكم عليه منيح. رنا يا زن، هذا سهيل بقرب لنا فرح يقضي معنا يوم بالمدرسة. عمركم ما حكيتوا عنه، مين سهيل هذا؟ بصراحة مش عارفة. شو شكله معكم ضيوف اليوم؟ شو اسمك حبيبي؟ سهيل، قصدي سهيل. آه شو كيوت. بس كأنه شكلك مألوف. لا أنا أول مرة باجي هون. معلش أنتي، أنا ما بحب هاي الحركات. ولا أنا. بس شكلك مألوف، كأنك بتذكرني بحدا. يلا يا جماعة تأخرنا على المدرسة.